أدب الاعترافات هو نوع جديد أو نوع مستحدث من الأدب وظهر في أمريكا، وهو إن الكاتب بيحكي فيه تجربة شخصية بكل تفاصيلها بكل أحاسيسه بكل المشاعر علشان يقدر يوصلها للقارئ أو لجمهوره عشان يستفيد من هذه التجربة. معانا النهاردة كاتب داخل في السكة دي شوية، وهو شايف انه الطريقة دي في الكتابة بتوصل المعلومة للقارئ بشكل مشوق اكتر منه، لانه القارئ بيتعاطف مع القصة اللي بيقراها وبيحس ان هي مطابقة لبعض المواقف اللي حصلت في حياته. مش كان يسعدني ان يكون معايا النهاردة الكاتب شريف عبد الهادي؟ صباح الخير يا شريف، نهارك صباح النور عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. شريف، انت كاتب كتاب اسمه حبيبة قلب بابا. تمام. المفروض ان الكتاب دوت يعني بيتكلم عن او مطابق شويه لظل الواقع اللي احنا عايشينه والاحداث اللي احنا عايشينها دلوقتي. اتكلمنا اكتر عن الكتاب بعنوان حبيبة قلب بابا، وليه عنوان فرعي هواجس اب خايف بنته تكبر ما تلاقيهوش. كل البشر بيشتركوا مع بعض في هواجس محددة، إن هو يا ترى لو خلفت هفرح بولادي ولا لأ، هقدر أربيهم التربية اللي أنا بحلم بيها ولا لأ. ودي متهيألي تساؤلات في دماغ كل الآباء والأمهات، مش بس كل الآباء والأمهات، حتى كمان اللي متجوزوش بيفكر لو أنا اتجوزت في يوم من الأيام وخلفت هقدر أحط الرسالة اللي أنا عايز أغرزها ولا لأ، وممكن لو أنا اختفيت بأي سبب من الأسباب اللي هيجي من بعدي هيكمل نفس المشوار ولا ممكن يحيد عن المسار اللي انا محدده لولادي. فعشان كده حاولت ان انا اواجه هذه الهواجس اللي انا شفتها وتربيت عليها، شفتها في ابويا وشفتها في امي وشفتها في اهل اصحابي في المدرسه، شفتها في كل البشر، فحاولت ان انا اتكلم عنها. وزي ما حضرتك قلتي، هو ادب الاعترافات ده موجود بره في امريكا واوروبا لكن مش منتشر عندنا في مصر. ادب الاعترافات باختصار قايم على تجربه ان انت بتحكي عن تجربه انسانيه او خبره او موقف محدد بيشترك مع عدد كبير من الناس. زي مثلا بره في اوروبا وامريكا ان شخص يكون مدمن وتعافى وبيحكي تجربته. هاتي حضرتك كل الكتب اللي اتكتبت عن الادمان بشكل علمي وقارنيها بكتاب واحد بس مدمن مش متخصص ولا هو عالم ولا هو دكتور ولا بس انسان بيتكلم عن مشاعره بيتكلم عن تجربته بيتكلم عن المواقف والدروس المستفاده، هتلاقي ان هذا الكتاب اقوى من كل الكتب اللي كتبت عن الادمان. بس شريف، هل مجتمعنا جاهز ان احنا نبتدي نشوف اعترافات خاصه بينا كاشخاص على حاجات اخطاء عملناها فنبتدي نكتبها ونعترف بيها وننشرها في كتب؟ اكيد طبعا جاهز، بالدليل ان حضرتك ممكن طول الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر بتشوفي بوستات لناس بتتكلم عن موقف شخصي وبتتاثري جدا بيه وممكن تعمليه شير، مع ان هو هذا الشخص اللي كتب الكلام ده مش شخص متخصص ولا هو عنده حيثيه معينه، بس هو انسان مشاعره بتتطابق مع مشاعرك في موقف معين ممكن الكلام ده يلمسك من جواك. عشان كده بره اللي بيكتبوا الادب الاعترافات مش شرط يكون كاتب مشهور، ممكن يكون انسان عادي جدا. بس المجتمع منفتح اكتر انه عادي انه يشوف انه في شخص سواء معروف او مش معروف انه بيعترف عن اخطاء عملها، لكن هل تعتقد انه في مجتمعنا انه لو واحده مثلا ممثله او واحد ممثل كتب انه في الفتره دي انا كنت مدمن وحصل لي 1 2 3 4 نظره المجتمع مش بتحس انها ممكن تبقى قاسيه شويه؟ لا، انا شايف ان التصالح مع النفس هو اصدق حاجه ممكن توصل للانسان، وشايف ان التجربه بتفلتر نفسها بنفسها، بمعنى ان لو الادب ده ظهر عندنا وانتشر بقدر كافي في اعمال كانت قيمه واعمال تانية كانت غثه، الاعمال القيمه هتطغى والجمهور مع الوقت بيفلتر. فانا شايف ان احنا ما نوقفش نفسنا عند حدود معينه، احنا نعمل لازم نكسر التابوهات والتوقعات وبعد كده التجربه هي بتصحح نفسها بنفسها زي اي تجربه في الدنيا. نتكلم بقى عن الكتاب نفسه هنا، طبعا احنا كنت بتكلم عن الادمان كمثال، لكن الكتاب هنا بيتكلم عن مشاعر اب وهواجسه ازاي ان هو عايز يخلي بنته، خصوصا لو عنده بنت مش ولد. هل قدرت ان انت في الكتاب تقدم تصورات لواقع افضل لبنتك في هذا الكتاب؟ مش قدمت تصورات لواقع افضل قد ما انا قدمت روجيتا ازاي تتعاملي مع الظروف الصعبه. ما تبقيش طول الوقت محبطه، ما تبقيش طول الوقت بتكتبي زي ما احنا ناس كتير بنشوفها بتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي انا تعبت من الدنيا ومن الحياه ومن المجتمع ومن البشر. لا، ده مش حل. الحل ان انت تتصالح مع كل المشاكل دي وتعرف تستوعبها ويكون ليك المسار بتاعك، مش الدنيا هي اللي توديك زي ما هي عايزه، انت اللي تقود الحياه بتاعتك. كل انسان فينا ليه كتالوج،
هو مطالب انه يبحث عن هذا الكتالوج لغايه لما يعرف يوصل للهدف بتاعه، يبقى عارف هو اتخلق ليه ورايح لفين وعايز ايه من الحياه. وفي ناس تانيه كتير، وهي دي سبب تعاستهم ومقاساتهم، ان هم مش عارفين هم جم الدنيا ليه، ولا هم عارفين عايزين يطلعوا منها بايه، ولا عارفين هم عايزين يروحوا فين. زي ما الظروف واخداهم هم ماشيين معاها. فانا حاولت اتكلم معاها في شويه مواقف، كل فصل من الكتاب بمثابه رساله عن حاجه محدده، عن موقف محدد. اول يوم تروح لك المدرسه، اول مره تتسالي انت مسلمه ولا مسيحيه، اول مره تحبي، اول مره تتعكسي او تبقي ماشيه مع اصحابك وتتعرضوا لواقع التحرش، اول مره تفتقدي حد قريب ليكي بالوفاه، صاحبه وسنها صغير توفت بسبب حادثه او مرض او من غير سبب زي ما بنشوف في حياتنا الطبيعيه. كل الحاجات اللي احنا بنمر بيها ومعرضين ان احنا نشوفها وممكن توجعك يا بنتي، انا بتكلم معاكي عشان لو انا مش موجود الكتاب ده بمثابه كانه انا، هو ده ابوكي، هو دي رسالته. ومش بس لبنتي، هو لكل اب ولكل بنت في في المجتمع اللي حوالينا. ومش بس كمان الـ 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 الاباء والامهات، ممكن كمان البنات اللي هم بيفتقدوا ان ما عندهمش الاب اللي حاسس بيهم. انا عمري ما هنسى ان في حفله التوقيع في المعرض بنت جايه تقول لي بعد اذنك انا عايزاك توقع باسم والدي، ما توقعش باسمي، يعني تكتب الرساله دي لوالدي عشان الكتاب ده انا عايزه اديه له اهداء، لان طول الوقت انا وبابا بعاد عن بعض قوي، فمش مصدقه ان في اب بيحب بنته كده لدرجه انه كاتب لها كتاب بعنوان حبيبه قلب بابا. في بنت تانيه والدها متوفي، قالت لي ما شفتش بابا، ما لحقتش اسمع منه، ما لحقتش يعني امر بالمواقف اللي غيري من البنات مروا بيها. كان وهو انا صغير بيقول لي نفسي افرح بيكي بس ما لحقش يفرح بيا. فعايزك تكتب له الكتاب، تكتب له اهداء على الكتاب ده عشان خاطر يمكن هو دلوقتي يكون شايفنا وسامعنا. ففي كلام كتير قوي وفي مواقف كتيره وانسانيه بتمسك من جواكي وبتمس بنات كتيره موجوده دلوقتي حاسين ان هم مفيش تواصل بينهم وبين اهلهم. انت بتقول او انا هاخد من كلامك انه المجتمع بتاعنا بقى قاسي وشرس قوي على البنات. طب انت في رايك ايه الحلول اللي ممكن نعملها علشان نحمي بناتنا؟ يعني في ناس بتقول ايه البنات تقعد في البيت بقى وخلاص وما ينزلوش، هل انت شايف ان ده حل؟ لا طبعا ده مش حل. الحل ان احنا لازم نتصالح مع مشاكلنا ومع عيوبنا. الحل ان احنا نكون في عندنا صدق في كل شيء، نظام وحكومه وحاكم ومحكوم. لو كلنا مع بعض كان في بينا لغه صراحه، لغه وضوح، انا شايل منك هتكلم معاكي، ما تجيش من وراكي واضرب ضرب من تحت الحزام، وده اللي متبع دلوقتي. ما تجيش ان انا اختلفت معاكي اخونك واحاول ان انا اقلل من شانك. لو احنا بينا وبين بعض طول الوقت في وضوح وصراحه، لو كل واحد عارف هو عايز ايه، لو كل واحد عارف قدراته وامكانياته وبيتكلم في حدود اختصاصاته، في حدود الحاجه اللي هو فاهمها، ده هيحل معظم المشاكل اللي احنا بنمر بيها. وده اللي انا اتكلمت معاها فيه في الكتاب. يعني مثلا في فصل من الفصول بنتكلم عن فكره الخروج. احنا عايشين في وطن، الفصل ده بعنوان وطن المعلبات. في مواسم محدده بنعمل فيها نفس الافعال في نفس الوقت، فنعاني نفس المعاناه، فنفسد الفرحه بتاعتنا. بمعنى زي العيد مثلا، العيد كلنا يلا نخرج في وقت واحد، نروح لنفس المول في نفس الوقت، نقعد في نفس الكافيه، نطلب نفس الطلبات، فنلاقي نفسنا في الاخر في لود، في زحمه، في توتر، في تاخر في الاوردر اللي جاي لك، فتلاقي نفسك ما انبسطتيش، تلاقي نفسك اتوترتي، تلاقي نفسك صرفتي فلوس وما فيش مقابل ان انت استمتعتي بالخروجه بتاعتك. الصحافه موسم الصيف موضوعات محدده، تغطيه الحفلات ومارينا ومش عارف ايه. انت حاسس ان احنا بنعاني دلوقتي من رتابه اجتماعيه؟ رتابه وتكرار غير طبيعي كفيل بالقضاء على اي ابداع. طول الوقت مفيش اي خروج بره الصندوق. بس معلش خليني اخد وجهه نظر اخرى. أفضل. البعض بيقول ان دي مش رتابه، ده استقرار. استقرار ان انا اعمل نفس الافعال في نفس الاوقات وادي لنفس النتائج. استقرار ان انا ما استمتعش بحياتي وان زي ما الناس ماشيه انا ماشي وراهم. ده مش استمتاع ولا استقرار ولا اي حاجه ادميه اصلا. ده فكره ان انت بتحس ان انت اله، انت بتتحول من بشر عنده مشاعر واحاسيس وعنده احلام الى مجرد ترس طول الوقت داير. الترس في الالات لو طول الوقت داير بيجي عليه وقت وبيعطل، السنون بتاعته بتتاكل. ده اللي بيحصل لنا دلوقتي كبشر. انت يمكن انا اتناقشت معاك دلوقتي في بدايه الفقره انه هل ادب الاعترافات ينفع، او هل احنا جاهزين كمجتمع مصري دلوقتي ان احنا نبتدي نتعامل مع ادب الاعترافات ولا لا؟ بس مثلا خلينا نتكلم، يعني مصر تعتبر دوله منفتحه شويه مقارنه بالدول المجاوره. خلينا مثلا نتكلم عن دول زي السعوديه.
لو ظهر كاتبة عندها تجربة شخصية في السعودية، واحنا عارفين انه في قمع كبير جدا خاصة بتعاني منه السيدات، وقمع كبير جدا في الحريات، لما يظهر حاجة زي أدب الاعترافات في دولة زي السعودية، تفكر المجتمع السعودي أو المجتمع العربي هيتقبل حاجة زي كده؟ هو جاهز ومتقبل، بس القائم على القرار والقائم على العملية الثقافية في هذا المجتمع هو اللي مش مدرك ده. المجتمع في طول الوقت طبقتين من المجتمع، في طبقة ظاهرة وفي طبقة خفية. الناس بتبص على الطبقة الظاهرة، ان انا بتحكم وبحط قرارات معينة وقوانين معينة فتؤدي للنتائج اللي انا عايزها، مش واخد باله ان في طبقة خفية بتتواصل وبتشوف ومنفتحة. الانترنت دلوقتي وصل كل حاجه، الفيسبوك دلوقتي ممكن المواطنه السعوديه اللي انت خايف عليها من الكتاب ده يوصل لها هتقرا الكتاب ده PDF، هتقراه، حد هيبعته لها على الانبوكس، هتخش على منتدى معين او على موقع معين وهتحمله. فلازم تتصالح، لازم تكون متعايش مع الواقع، في انفتاح شئت ام ابيت، في تجارب لو انت ما حاولت تمنعها هتوصل للناس مهما حاولت. الافكار ما بتتمنعش، الافكار زي ما يوسف شاهين الله يرحمه قال ليها اجنحه بتوصل لكل الناس. وعايز اقول لحضرتك انا يعني عن حاجه شخصيه عايز اتكلم عنها، انا كنت قايل عنوان الفرعي هواجس اب خايف بنته تكبر ما تلاقيهوش. النهارده في الظروف الصعبه اللي احنا بنشوفها وبعد وفاه 22 شاب من يعني في سن الظهور متوسط الاعمار زي ما احنا شفنا امبارح من 17 ل 24 سنه، تحولت الهواجس من هواجس اب خايف بنته تكبر ما تلاقيهوش الى هواجس اب خايف بنته تضيع منه. في كل حاجه بتحصل، الاكل ان هي جالها فيروس سي او تاكل اكله ملوثه، تسمم، الميه اللي بتجيب فشل الكلوي، الهواء الملوث، الباص اللي بيوديها المدرسه على مزلقين قطر ممكن في لحظه يضيع حياتها. كلنا كبشر وكاباء معرضين ان احنا اولادنا في لحظه ما نلاقيهمش، رغم ان احنا بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نعيشهم في واقع افضل، ان احنا نساعدهم، ان احنا نضحي عشان خاطر نديهم الحاجات اللي احنا اتحرمنا منها، لكن هم نفسهم ممكن ما يبقوش موجودين. التضحيات اللي انت بتعملها عشان خاطر مشروعك اللي هو ابنك او بنتك في لحظه هذا المشروع يختفي، فتلاقي كل التضحيات اللي انت ضحيتها وكل الامال اللي انت بنيتها عليه كانت بتتصرف على الفاضي، كانت موجهه لحد هو مش هيكبر حتى عشان خاطر انت تفرح بيه وتملي عينك منه وتفرح بنجاحه، هو مجرد رقم، مجرد خبر، مجرد سطر هنزعل عليه شويه وهيروح وبعد كده الحياه هتكمل. فاتمنى ان زي ما احنا بنحاول ندي رسالة لأولادنا إن هم لما يكبروا إزاي يعيشوا حياتهم، المجتمع يطمننا على أولادنا إن هم أولادنا يكبروا أصلا ونلحق نفرح بيهم. شريف، بكرة آخر يوم في الدورة 46 لمعرض الكتاب، شايف السنة دي كانت عاملة إزاي؟ معرض الكتاب في دورته 46 السنة دي كان طفرة، خصوصا إن الحمد لله في ظل احداث ارهابيه كتير حصلت وتهديدات الجمهور اثبت ان هو عنيد ما بيخافش، طيور الظلام مش هتقعده في بيته، نزل وراح. وفي نفس الوقت اللي كان بيكون في احداث بنسمع عنها كانت كنت تدخل المعرض تلاقي زحمه رهيبه، فده شيء عظيم جدا ومؤشر ان المجتمع لما بيحب حاجه مفيش ارهاب ممكن يمنعه عنها، خصوصا لو كانت الحاجه دي الثقافه. معرض الكتاب لو عمر البلد دي هتعمر، لان العقول والاحاسيس والوجدان هتتهذب وتتثقف. كان في طفره شبابيه، كان في اقبال كبير جدا. الحاجه المطمئنه ان معظم الجمهور كان من البنات، فالانثى او المراه المصريه اللي ناس كتيره كانت بتتشكك في ثقافتها، كانت بتتشكك في جاهزيتها لتحمل المسؤوليه، اثبتت ان هي قد المسؤوليه في كل حاجه، في لجان الانتخابات، في معرض الكتاب، في كل موقع من المواقع اللي هي منوط بيها انها تتحمل المسؤوليه كانت قد المسؤوليه. شريف عبد الهادي، الكاتب وصاحب كتاب حبيبه قلب بابا، نورتني النهارده وبشكرك جدا. انا المتشرف. هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل بقيه فقراتنا.